أنا في يعني أقوله بكل قوة أن الكرد لم يأخذوا ما يريدوا لم يدخلوا للعملية السياسية، وهم كانوا متفقين مع التيار الصدري على بعض الإجراءات التي يريدوها هم بنفسهم، لكن هذه الحالة عندما انسحب التيار الصدري اختلفت الأمور بالنسبة إليهم، سوف يذهبوا إلى الإطار التنسيقي لأنهم يريدوا أن يشاركوا بالعملية السياسية ولا ينسحبوا من العملية السياسية، وسوف تثبت لك الأيام أنهم أكثر من الآخرين لهم حصة في العملية السياسية، لأن مصالحهم قبل كل شيء، لا مصلحة الشعب ولا مصلحة التيار ولا مصلحة الإطار التنسيقي ولا غيره، مصلحتهم. وأنا على يقين أنهم سوف يشاركوا في هذه العملية السياسية ويدخلوا بقوة وتكون لهم الـ يعني حصة الأسد.